ايوه يا اخي الحبيب، هو القسم اللي هو بتاع حاجات والله الدرج والله المتداخل والحاجات دي، دي يعني القيه خلف ظهرك. انا قصدي دي ما بتتحسبش عشان ولا تحسب، بقول لك القيه عشان هو بيبقى قصد يعني جامله، يعني لو واحد بيتكلم بجد مثلا قال له والله انت نازل، لا بيتكلم بجد ده حاجه ثانيه بقى. يعني لو هو قسم مثلا قال له والله انت خارج او والله انت داخل، ده يبقى قسم اصلا ما بروش يكفر عنه. والله دي من حيث يعني ايه بيختلف باختلاف المقسمين، يعني في هناك واحد قسام كثير القسم كل شوي يقول لك والله انا جبت بثلاث قروش، والله لن تجاي، والله ما شفتش، والله على طول بقى. فالحال بتاعه دوت بيبقى لغو لا عبره فيه ولا قيمه، واخد بالك؟ لكن في هناك واحد قليل الحلف ولا يحلف الا عزيمه، يبقى ده ايه؟ تبر. اللي هي لكن الثاني ده اللي هو بتاع ده البكوشه ده الخي خلف ظهرك يعني.